تخيل عملاق كامن في أدغال مجرة نظر بالتبانة، ضخم بما يكفي أنه يقزم أي شيء لو قارنا به. شهادة جديدة على تقدم البشرية التكنولوجي وإبهار العقل البشري ومنجزاته العلمية الفريدة. اكتشاف بيتحدى فهمنا للكون من حوالينا، وممكن يعيد تشكيل خرائطنا الفلكية اللي رسمناها قبل كده لمجرة نظر بالتبانة. ثقب أسود غريب بقصصه الفريدة والعجيبة، بل ويعد مفتاح لفك شفرات الكون في الامتداد الشاسع والهائل لكون مرصع بالنجوم والأجرام السماوية الساطعة والغامضة في نفس الوقت. رسالة بحثية جديدة عنوانها اكتشاف ثقب أسود خامل كتلته 33 كتلة شمسية. ثقب أسود ذو كتلة نجمية واللي تسمى بالاسم جايا بي اتش 3. ليه اكتشاف الثقب ده أمر غير عادي وقلب الدنيا حرفيا؟ ثقب أسود أكبر من الشمس 33 مرة. احنا ما اكتشفناش ثقب اسود ذو كتلة نجمية قبل كده بالضخامة دي في مجرتنا. ده حتى اكبر من اول واضخم ثقب اسود نجمي اكتشفناه قبل كده، الثقب الشهير سيجنوس اكس 1، واللي كتلته تقريبا 22 ضعف كتلة الشمس. الثقب الاسود الجديد اللي تم اكتشافه بيبعد عننا بس 2000 سنة ضوئية، قريب جدا مننا بالنسبة للمقاييس الفلكية الضخمة. موجود في كوكبة العقاب اللي بنقدر نشوفها في نص الكرة الشمالي في شهور الصيف. وبكده يبقى ده تاني اقرب ثقب اسود من الارض بعد اكتشاف اقرب ثقب لكوكب الارض من سنه تقريبا، جايا بي اتش 1، وكنا اتكلمنا عنه في حلقه قبل كده هنا على القناه، حاسبها لك ان شاء الله في صندوق الوصف او ممكن كمان تشوفها في الاي اللي فوق. احنا مش عارفين ايه اللي مستخبي في الفناء الخلفي لمجرتنا درب التبانة، وخاصه اذا كانت الحاجات اللي بتستخبى هناك ماهره جدا في التخفي زي الثقب الاسود الخامل بطل قصتنا النهارده. وعلشان اكون واضح معاكم من اول الحلقه، الثقب الاسود ده وان كان قريب جدا مننا الا انه لا يمثل اي تهديد لكوكب الارض. التقديرات الخاصه بالعلماء بتشير الى ان الثقوب السوداء ذات الكتل النجميه واللي هنشرحها بعد شويه في الفيديو والفرق ما بينها وما بين الثقوب السوداء اللي في مراكز المجرات، الثقوب دي تقريبا عددها بيوصل ل 100 مليون ثقب اسود في مجرتنا درب التبانه لوحدها، وممكن تتاكد من الرقم ده ان شاء الله في المصادر. هتقولي بالراحه عليا شويه يا استاذ محمد، انا جديد هنا في القناه ومش عارف فعلا ايه هي الثقوب السوداء. هقول لك يا سيدي وباختصار، الثقوب السوداء اجرام فلكيه كبيره جدا وجاذبيتها رهيبه جدا لدرجه انها بتمنع الضوء حتى انه يفلت منها، وبالتالي مهمه العثور عليها هتكون صعبه للغايه ومليانه بالتحديات. اذا كانت بتمنع الضوء انه يهرب ويوصل لنا، ازاي بقى هنشوفها؟ جايا بي اتش 3 ثقب اسود خامل بعيد جدا عن النجم المصاحب ليه، وبكده ما يقدرش يسرق منه اي ماده ويشكل قرص للتراكم ينور بيه الفضاء ونقدر نكتشفه. لكن ازاي فعلا قدرنا نكتشف الثقوب السوداء دي؟ ايه الاداء او التقنيه اللي قدرنا نرصد بيها الثقوب السوداء المظلمه دي في الكون؟ كان ستيفن هوكن العالم الشهير اتراهن معالم فلكي تاني مش مشهور قوي بين الناس، على الرغم من انه بالنسبه لمحبي الفلك والفضاء مشهور جدا، كيب ثورن. اتراهنوا هما الاثنين على ان مصدر الاشعة السينية اللي تم اكتشافها في سنة 1964 هل هو مصدر لثقب اسود علشان يكون اول مرة نكتشف ثقب اسود في التاريخ. ثورن قال انه ثقب اسود اكيد، لكن هوكينج قال يا ريت يكون ثقب اسود بس انا لا اعتقد ذلك. وفي التسعينيات خسر ستيفن هوكين الرهان قدام ثورن، وتم اثبات اول ثقب اسود يتم تاكيده في التاريخ. لكن الثقب الاسود ده اكتشفناه ازاي؟ وكعاده النجوم في الكون معظمها بيكون كده في نظام ثنائي، يعني كل النجمتين بيشكلوا النظام ده وبيدوروا حوالين بعض. نجمه من النجمتين انهارت وشكلت ثقب اسود، لكن كانت المسافه قريبه جدا بين النجمتين او بين الثقب الاسود الجديد اللي اتشكل والنجم المرافق ليه. استطاعت جاذبيه الثقب الاسود انها تاثر على النجم الضخم المرافق وبدات تنهش في جسمه وتبتلع الماده، وبالتالي اتشكل حوالين الثقب الاسود ده قرص متراكم من الماده اللي بتشع في نطاقات كتيره من الضوء منها الاشعه السينيه الرهيبه. وبكده قدر العلماء خلال السنين اللي فاتت انهم يدرسوا بشكل مفصل الثقب الاسود الدجاجه او سيجنوس اكس 1. لكن الثقب الاسود اللي تم اكتشافه جديد ده جايا بي اتش 3 النجم المصاحب ليه بعيد جدا، وبالتالي مش هينزع منه الماده ولا هيشكل قرص متراكم من الماده حواليه علشان نقدر نصده ونشوفه. زي ما قلنا من شوية ان الثقوب السوداء بتمنع المواد والضوء انه يهرب منها الا المادة على الحافة اللي هي قرص التراكم. ازاي اكتشفناه ومفيش قرص تراكم؟ كان في افتراض من العلماء خلال السنين اللي فاتت ان في الكون ثقوب سوداء ضخمة وما نقدرش نشوفها لان ما عندهاش قرص تراكم كبير لبعد النجم المرافق ليها،
وبالتالي مش هتقدر تسرق المادة من النجم البعيد وتعمل القرص المنور ده اللي بيشع ضوء وطاقة رهيبة. وبالرغم من ان الثقب الاسود جايا بي اتش 3 ضخم قد 33 كتلة شمسية، الا انه ما يجيش حاجة في الثقب الاسود المركزي في قلب مجرتنا اللي اتكلمنا عن صورته من اسبوعين تقريبا هنا في القناة، واللي كتلته تقريبا 4.2 من 10 مليون كتلة شمسية. يا ترى ليه الفرق الكبير ده؟ ياريت تفكر في السؤال اللي هنشرحه ان شاء الله بعد شوية. يا جماعة الخير، العلماء خلال السنين القليلة اللي فاتت قدروا يحلوا لغز محير باكتشاف طريقة جديدة للكشف عن الثقوب السوداء الخاملة دي اللي مش بيصدر منها اي اشعاع. قدروا يلاحظوا نجم من النجوم في كوكبة العقاب اكويلا، نجم بيدور ويلف حوالين منطقة بشكل غريب ومتذبذب، وقالوا ان اكيد في جسم ضخم كتلته رهيبة في المنطقة دي هو اللي بيأثر على مدار النجم ويخليه يدور بالشكل الغريب اللي حضرتك شايفه في المحاكاة دي المبنية على بيانات رصد تلسكوب جايا. وبتظهر المحاكاة المرسومة دي للنجم من سنة 2014 تغير نمط دوران النجم، وان التذبذب حصل ما بين 2018 و 2019، وزي ما انت شايف ان النجم بيدور حوالين الثقب الاسود مرة كل 11 سنة تقريبا في مدار كبير، نفس المسافة بين كوكب نبتون البعيد والشمس في ابعد نقطة، وبيقرب في مسافة قد بعد كوكب المشتري عن الشمس في اقرب نقطة للثقب الاسود. يبقى كده الطريقة الوحيدة اللي نقدر من خلالها نكتشف الثقب الاسود الخامل الجديد هي اننا نقيس الانحرافات الدقيقة اللي بيعملها النجم المرافق حوالين الثقب الاسود. طبعا طريقة بتركز على تأثيرات غير مباشرة لجاذبية الثقب الاسود على النجم المرافق ليه، طريقة مش بتتضمن اننا نرصد الثقب الاسود نفسه لانه خامل ومفيش حواليه قرص تراكم، انما نقدر نرصد جاذبيته على النجوم في المدارات القريبه منه. وفعلا قدر تلسكوب جايا في مهمته الفريده واللي كان هدفها رسم مواقع ثلاثيه الابعاد لحركات النجوم في مجرتنا درب التبانه وباعلى دقه ممكنه، قدر انه يحدد لنا التذبذبات الغريبه دي للنجم المصاحب للثقب الاسود الخامل. جايا تلسكوب فريد مش واخد حقه الصراحه في النواحي الاعلاميه. التلسكوب اللي قاعد بعيد عننا في الفضاء جنب تلسكوب جيمس ويب في نقطة لاجرانج 2 اللي بتبعد عننا تقريبا 1.5 مليون كيلومتر، قدر يحدد ويرصد ويصدر قياسات لأكثر من 1.7 مليار نجم في إصداره اللي تم سنة 2018، وهيكون في إصدار جديد إن شاء الله يكسر الرقم ده بمراحل في السنة اللي جاية 2025. ممكن حضرتك تقول إن الطريقة دي مش دقيقة وإن حاجة تانية مش ثقب أسود هو اللي بيعمل التذبذب ده، لكن عامة احنا استخدمنا طريقة شبه دي في الكشف عن الكواكب البعيدة من خلال تقنية العبور، واللي مش بنرصد فيها الكوكب انما بنرصد تحتيم لضوء النجم لما بيمر الكوكب قدامه. وتلسكوب جايا مش من مهامه انه يرصد الثقب الاسود بطريقة مباشرة لان دي حدوده ودي قدراته، فقط يقدر يرصد تأثيراته الجاذبوية على مدارات النجوم في المجرة. في معظم الاكتشافات اللي بتحصل في علم الفلك العلماء الاول بيطرحوا فرضيات ما تلبس ان تتحول الى نظريات لوجود شواهد كتيرة، بعدين بتيجي الاثباتات بالارصاد الدقيقة. فنظرية الثقوب السوداء نشأت بفضل جهود اينشتاين في نظريته اللي نشرها في سنة 1915، وطوال النص الاولاني من القرن اللي فات كان العلماء بيسألوا هل فعلا هنقدر نكتشف في يوم من الايام ثقب اسود؟ اجرام سماوية غريبة مش بيصدر منها اي ضوء، خنس كده في السماء وما نقدرش نشوفها. العلماء اتفقوا ان الثقوب السوداء عامة بتنشأ في البداية كمرحلة نهائية من حياة نجم من النجوم الضخمة، بيتحول النجم ده الى ثقب اسود زي ما شرحنا كتير قبل كده. وقسم العلماء الثقوب السوداء لقسمين رئيسيين، الثقوب السوداء النجمية اللي بتنشأ من انهيار النجوم، والثقوب السوداء العملاقة اللي بتكون في مراكز المجرات وبتنشأ عن طريق اندماج النوع الاول من الثقوب النجمية مع بعض، وبيشكلوا في النهاية ثقوب سوداء عملاقة كتلتها الاف الى ملايين المرات ضعف كتلة شمسنا. طبعا في نوع ثالث افتراضي اللي هي الثقوب السوداء الدقيقة او المجهرية واللي لم يتم اثبات وجودها لغاية النهاردة. الفريق البحثي رصد النجم المصاحب للثقب الاسود ولقيوا ان حجمه ضعف حجم الشمس 5 مرات وسطوعه اعلى منها ب 15 مرة على الرغم من انه ابرد من الشمس واقل كثافة. نجم بيتكون بشكل اساسي من الهيدروجين والهيليوم، اخف عنصرين ممكن نلاقيهم في الكون، والمفاجأة انه مش بيحتوي على عناصر ثقيلة بيسميها العلماء مجازا المعادن.
طبعا احنا عرفنا خلال السنين اللي فاتت ان لو كان عندك نظام نجمي ثنائي من نجمتين فالمحتمل والوارد جدا انهم يكونوا اتشكلوا في نفس الزمن ومن نفس المادة. بالتالي لو عايزين نعرف الثقب الاسود ده كان في الماضي بيتكون من ايه، فاقرب حاجة اننا نرصد النجم المصاحب ليه، اخوه في الرضاعة لو حبينا نبسط. التحليل الدقيق اللي عمله الفريق اكتشف فعلا ان النجم ده فقير في المعادن. طب ده ايه ده معناه يا صديقي المتابع الشغوف بالعلم المحب للمعرفة؟ خلي بالك النجوم الفقيرة في المعادن اللي تم اكتشافها قبل كده مش بتفقد كتير من كتلتها. النجم يا جماعة الخير عبارة عن فرن بيعتمد على وقوده اللي هو الهيدروجين والهيليوم. النجم اللي بيحول الهيدروجين والهيليوم لعناصر أتقل بيصدر طاقة كبيرة جدا، ومع مرور الوقت بينفد الوقود دوت بسرعة وبيفقد النجم ده كتير من الكتلة على هيئة طاقة بينشرها في الكون. لكن النجوم اللي زي نجمنا النهاردة مش بيحولوا كتير من الوقود بتاعهم، وبالتالي بيحافظوا على جزء كبير من كتلتهم، وده اللي بيفسر ازاي الثقب الأسود ده ضخم جدا 33 مرة ضعف كتلة الشمس. اكتشاف النظام النجمي BH3 بيقدم دليل على فرضية افترضها العلماء طوال سنين طويلة فاتت، واللي بتقول ان في علاقة ما بين النجوم الفقيرة بالعناصر الثقيلة والثقوب السوداء اللي كتلتها عالية، واللي باين عليها انها بتنشأ من غير انفجار سوبر نوفا نجم كبير، انما بتنشأ من خلال الانهيار المباشر Direct Collapse. طبعا اكتشاف ضخم بمعنى الكلمة، لدرجة ان قائد الفريق البحثي باسكوال بانوزو من المركز الوطني للأبحاث العلمية في مرصد باريس قال: هذا هو نوع الاكتشاف الذي تقوم به مرة واحدة في حياتك. طبعا من حجم الاكتشاف الكبير بيقول كده: ما تمش اكتشاف ثقب أسود نجمي بالكتلة الضخمة دي إلا في المجرات البعيدة الضخمة. جايا تلسكوب عظيم اكتشف أقرب ثقب أسود نجمي للأرض. المحاكاة دي بتوضح المقارنة بين الاكتشافات الثلاثة لـ BH1 وسيجنوس X1 وBH3 الثقب الأسود الجديد الخاص بحلقتنا النهاردة. وزي ما انت شايف في المحاكاة المقارنة بين الأربع أو الثلاث ثقوب سوداء في بعدهم عننا شيء رهيب الصراحة. قياس جديد من جايا بيوضح على أن الثقوب السوداء النجمية الثقيلة موجودة في مجرتنا، ومش بس كده قريبة جدا مننا، موجودة هناك وما كناش عارفين نرصدها، والأغرب من ده كله أنها كمان موجودة في منطقة المستوى المجري، وده بيدل على أنها ممكن تكون ما نشأتش في مجرتنا من الأساس، وأنها جاية من مجرة تانية حصل بينها وبين مجرتنا اندماج في الماضي تقريبا من 8 مليار سنة. وده لأن النظام النجمي BH3 ممكن يكون اتشكل في التيارات النجمية حوالين مجرتنا درب التبانة، زي ما بتوضح المحاكاة التانية دي لدوران هذا النظام في المستوى المجري. تخيل صديقي العزيز ان معظم الاكتشافات السابقة للتيارات النجمية دي حصلت بفضل تلسكوب جايا العظيم، ومن المؤكد ان اكتشافات جديدة منتظرين الاعلان عنها في بيانات تلسكوب جايا في 2025. المزيد من الرصد للنظام ده اكيد هيكشف لينا عن مفاجآت تانية، علشان كده ما كدبوش الخبر وبدأت خطة جديدة لرصد جديد للنظام من خلال التلسكوب الاوروبي الكبير VLT، ومن خلال أداة مقياس التداخل الخاص بالجاذبية المثبت على المنظومة دي هيساعد كمان في معرفة هل الثقب الأسود الخامل الجديد بيسحب جزء من المواد من محيطه، الأمر اللي هيساعد في فهم أكتر عن خصائص الثقب الأسود ده. وبمجرد ما تيجي تحديثات تانية إن شاء الله هنوفيكم بيها خلال الشهور الأولى من سنة 2025 هنا على القناة إن أحيانا الله. يلا بقى لو كنت مش مشترك ابقى اشترك وفعل الجرس علشان تتابع معنا. اكتشاف لي أثار عميقة في فهم ودراسة الثقوب السوداء النجمية الخاملة من نجوم فقيرة في العناصر الثقيلة. اكتشاف بيتحدى مفاهيمنا الكونية السابقة. كان العلماء يا جماعة فاكرين ان النجوم اللي بتحتوي على عناصر ثقيلة اقل مش هتقدر تنتج ثقوب سوداء بالضخامة دي، وان نماذجنا في كيفية تشكل النجوم وحياتها وخاصة النجوم اللي بتحتوي على نسبة قليلة من المعادن فعلا هتحتاج مراجعة. كمان عرفنا الاكتشاف ده ان الجاذبية ليها دور محوري جدا في الكون وخاصة في العمليات المدارية للنجوم. الكشف ده بمثابة حالة اختبار لنظريات تفاعل الجاذبية ودور الأجرام السماوية الضخمة في تشكيل المشهد المجري. انت عارف يا صديق العزيز ان الكشف ده خلانا نهتم اكتر بطريقتنا الغير مباشرة كمان في الكشف عن الكواكب البعيدة، الطريقتين يشبهوا بعض. كمان النوع ده من الثقوب مختلف عن الثقوب السوداء التانية اللي حواليها قرص تراكم كبير، نقدر ندرس الثقب الأسود الجديد الخامل بمعزل عن قرص التراكم ونقارن ما بين النتيجتين. ده هيخلينا نعرف اكتر واكتر عن الثقوب السوداء وخصائصها،
واختبار قوانيننا الفيزيائية هناك. كمان هيحسن نظرياتنا حوالين آليات عمل الجاذبية على المقاييس الكونية المختلفة، وده مهم جدا علشان نفهم ازاي المجرات بتتكون وتتطور مع مرور الزمن، بل وممكن يعرفنا اكتر عن اكبر ألغاز الكون، المادة المظلمة والطاقة المظلمة. ادي يا جماعة الخير حلقة عن الكشف عن اقرب ثقب اسود للارض. عرفنا بدون تهويل حاجات غريبة وعجيبة عن الثقب الاسود، وعرفنا كمان انه مش بيشكل خطر على كوكبنا. عرفنا الاكتشاف ده بقيمة التكنولوجيا اللي توصل لها البشر في القرن الاخير، واللي فتحت نوافذ كبيرة على الكون من حوالينا علشان نفهمه اكتر. وكل ما فهمنا اكتر واكتر، كل ما عرفنا معلومات اكتر، كل ده ما بيخلينا نتصاغر امام انفسنا وامام هذا الخلق العظيم لخالق مقتدر حكيم. لو عجبتكم الحلقة بقى ما تنسوش الدعم باللايك الجميل اللي بيحفزنا، واكتبوا لنا في التعليقات ايه اللي عجبكم في الحلقة وايه التساؤلات اللي ممكن تطرحوها ونناقشها مع بعض. انا بسعد جدا بالتعليقات الايجابية وخاصة التساؤلات، وقريب جدا هنعرف الاخبار الجديدة الخاصة بانفجار نوفا اللي اتكلمنا هنا عنه في القناة من شهر، واللي ممكن يحصل في اي وقت لغاية شهر سبتمبر القادم ان شاء الله. فتابعوا معايا ان شاء الله على المنتدى، وانا بشوف التعليقات طبعا بتسأل عن امتى الموضوع دوت ممكن يحصل. بمجرد ان شاء الله ما يحصل هنشر على طول على المنتدى، وعلى وعد ان شاء الله كده بلقاء جديد مفيد في انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهمي سليم، سلام عليكم.